انا سعيد جدا ان جه اليوم اللي نقدر فيه نغير في شكل التليفون الشيك ابن الناس الكويسين الايفون ونظبطه كمان زي ما احنا عاوزين الى حد ما. ايه صندوق اللي عاملاه بنفسك ده؟ صندوق. اهلا بيكم في قناه تكست تراكس. احنا قناه جديده بنقدم محتوى تقني ومحتاجين تقولوا لنا في التعليقات اللي محتاجين نطوره علشان نلتقي بمستوى القناه. ولو انت جديد هنا وعايز تتابع كل ما هو جديد في عالم التكنولوجي واهميتها في حياتنا اشترك في القناه علشان تدعمونا وفعلوا الجرس علشان تشوفوا الفيديوهات اول باول. اتكلمنا في حلقه قبل كده عن التحديثات الجديده في الاي او اس 14 والمميزات اللي فيه، واتكلمنا برضو عن ازاي تقدر تظبط الويدجتس وتعدل فيها زي ما انت عايز. لكن فجاه الناس سابت كل ده وركزوا في حاجه واحده وهي امكانيه تغيير شكل الايكونز في الهوم سكرين. في الحلقه دي هنتكلم عن الطريقه الجديده لتغيير شكل الايكونز في الايفون. يلا بينا. الموضوع ببساطة هو مش تغيير شكل الايكونز، لان ده فعليا غير متاح في الايفون، وخايف مع انتشار الطريقة دي ان ابل تقفلها لمجرد ان احنا ما نبقاش مبسوطين. لكن عموما الطريقة هي طريقة ورك اراوند ولفة شوية، بحيث انك تضيف اوامر لسيري من خلال سيري شورت كاتس، وانت بتقدر من الاوامر دي انك تنزلها كشورت كات على الهوم سكرين، والشورت كات ده بتغير شكل الصورة بتاعته للصورة اللي انت عايزها تبقى خلفية للايكون. تعالوا نشوف الكلام ده عمليا. اولا انت محتاج ان يكون عندك ابلكيشن سيري شورت كاتس، بتفتحه وبتدوس على علامه الزائد اللي فوق علشان تضيف شورت كات، بتقول له اد اكشن وتكتب في البحث اوبن اب، بحيث يبقى الامر اللي هيحصل من الشورت كاتس ده هو انك تفتح ابلكيشن على طول بمجرد ما تدوس على الشورت كات، وتختار من الليسته اللي تحت الاوبن اب اللي موجوده، بتدوس على تشوز وبتختار الابلكيشن اللي هتفتحه مثلا الكاميرا، وبعدين تدوس على الثلاث نقط اللي فوق، ولما يفتح لك المنيو اللي قدامنا هتختار اد تو هوم سكرين وتدي الشورت كات دي اسم. ممكن تسيبها من غير اسم خالص زي ما تحب. دوس على الايكون نفسها واختار تشوز فوتو وتحدد الصورة اللي هتمثل الايكون بتاعتك وبتظبطها بحيث تملى المربع ده، تدوس على تشوز وبعدها تدوس على اد اللي فوق وبعدها دان، وبتروح للهوم سكرين بتلاقي الشورت كات اللي انت اخترتها. العيب الوحيد انك لما تفتح الابلكيشن من الشورت كات دي بيوديك الاول على ابلكيشن الشورت كاتس وبعدين بيفتح الابلكيشن نفسه، فنظريا بيكون في تاخير لحظات علشان توصل للابلكيشن اللي انت عايزه. انت طبعا تقدر تنزل صور براحتك وتغير شكل الايكونز دي زي ما انت عايز، الابداع في النقطة دي ملوش حدود، طبعا هتاخد منك وقت لكن النتيجة بتكون كويسة جدا. بعد لما تخلص تثبيت كل الايكونز بتدوس مدة طويلة على الهوم سكرين وتخلي كل الصفحات اللي فيها شكل الايكونز الحقيقي ما تظهرش، بحيث يفضل قدامك الصفحات اللي فيها الايكونز اللي انت عملتها بنفسك. انا هسيب لكم تحت الفيديو لينكات الويدجتس اللي استخدمتهم اللي هم كالر ويدجت وويدجت سميث، تقدروا تنزلوهم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لان ده بيخلي اليوتيوب يرشح الفيديو للناس، وتعملوا له شير مع اصحابكم، وكمان تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. شكرا.